مهرجان العالمين يعني بيقدم لينا متعة وترفيه على مستوى يمكن الرياضة والفن والأغاني والحفلات، لكن خليني أقول بقى أنه في متعة كده مختلفة ومهتم بيها جدا مهرجان العالمين السنة دي، وهي المسرحيات أو المسرح اللي هو بيعتبر أبو الفنون. زمان كنا دايما نقعد نسمع كده النجوم الكبار جدا وهم بيقولوا اللي ما مثلش على خشبة المسرح ما مثلش، يعني وهو واقف بيشوف رد فعل الجمهور في ساعتها، فهو بيقدر يوصل لجمهوره بشكل يعني لحظي ووقتي وبيشوف ردود الفعل عاملة ازاي. في الحقيقة مهرجان العالمين السنة دي اهتم جدا جدا بالمسرحيات واهتم بالجزء ده بالتحديد، ومش بس يعني مش بس الفن، يعني الفن طبعا انواع وحفلات كتيره مهمه، لكن حضور الجمهور ومرتادي المهرجان للمسرحيات كانت حاجه مهمه جدا، وتنوع بقى المسرحيات دي. السنه دي هنشوف يمكن الفنان حسن الرداد وامي سمير غانم لاول مره مع بعض على خشبه المسرح في مسرحيه التلفزيون، يعني احنا متحمسين جدا جدا للمسرحيه دي، وبفكركم ان انتوا تقدروا تحجزوا يعني تذاكر أي فعالية أنتوا عايزينها والمسرحيات من على موقع تذكرتي. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن مسرحية التلفزيون من أحمد سعد مؤلف المسرحية. يا مساء الفل عليك يا أحمد. مساء الفل يا بسنتو، يا رب تكون بخير يا رب. أحمد، يعني لما بنشوف حسن الرداد، يمكن لما شفنا لهم مسلسلات مع بعض حسن الرداد وأمي، بنشوف توليفة كوميدية مفيش بعد كده من اللذاذة والجمال والدم الخفيف. هنتوقع ايه من مسرحية التلفزيون؟ والله هي نفس اللذاذة ونفس خفة الدم، بشطارة كمان لأنها لايف، يعني هي مش كاميرات بتتنقل لنا الصورة بعدين، لا احنا بنشوف الناس دول لايف، والضحك بيبقى تلقائي لحظي كمان من وسط الجمهور، والحمد لله العرض خد تفاعل كبير جدا لما اتعرض لأول مرة، وأدينا هو بنعرضه تاني، وانا مبسوط، يعني انا مبسوط ان العرض بيتعرض في المهرجان. المهرجان ما شاء الله سواء بقى تنظيم او توافد كبير جدا عليه، على المسرح او على الانشطه او على الحفلات، الموضوع مشرف جدا للمهرجان وللعالمين وللسياحه الداخليه والخارجيه والمصر كلها، يعني اكيد الحمد لله، يعني ان شاء الله هنشوف حاجه مبهجه. أكيد إحنا طبعاً يعني متفائلين قوي بالمسرحية دي، لأنه المسرح يعني لازم نشوف عمل كوميدي بس في نفس الوقت يكون فيه كده هدفة طالعة من المسرحية. قول لي يا أحمد، يعني الفكرة بتدور حوالين إيه من غير أكيد ما نحرق المسرحية، لكن حاجة كده بسيطة، احرق لنا حاجة بسيطة. أوكي، إحنا معانا مطربة إيمي سمير غانم، هيبقى اسمها كروانة، وجوزها حفظي بلطجي ثائب، وعندهم مشاكل اسريه، وبيحصل ان هم امنيتهم اللي طلبوها وهم صغيرين من بابا نويل، بابا نويل بعد ما خلص لفيته حوالين العالم كله جالهم بعد 30 سنه بعد ما كبروا. فبيحبسهم جوه تلفزيون سحري، وهقف لحد هنا. يعني انا والله العظيم تحمست جدا، ويعني انا في اول فرصه هاخد فيها اجازه ان شاء الله هحضر المسرحيه دي. انا بشكرك يا احمد، وشكرا ان انت جمعت كده اتنين دمهم خفيف قوي مع بعض وتخلونا نتفرج عليهم ونستمتع بادائهم. المؤلف احمد سعد مؤلف مسرحيه التلفزيون، شكرا ليك.